المخاطر المرتبطة بالإنتاج الغذائي والزراعي والخطر المحتمل من إدخال أو إطلاق الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها وإدخال الأنماط الجينية المعدلة وراثياً والآفات الزراعية والنباتية الغريبة والأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة التي يمكن انتقالها من الحيوان إلى الإنسان. وفي ظل العولمة فإن خطورة أي مرض يصيب النبات أو الحيوان أو الإنسان قد ينتشر سريعاً في جميع أرجاء العالم ويشكل خطراً على الصحة العامة على الصعيد المحلي والعالمي. وهنا يقدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تهتم وترحب بالجهود المبذولة لتحسين الأمن والأمان الحيوي والزراعة وصحة الحيوان والصحة العامة. واستعرض على حضراتكم رؤية الجمعية المصرية للأمان الحيوي حماية البيئة المصرية وكذلك الباحثين من المخاطر البيولوجية والكيميائية، تقديم التوعية للعامة وأيضاً التوعية المهنية المتخصصة بالممارسات والنظم الصحيحة للأمن والأمان الحيوي، تسهيل سبل التعاون مع منظمات الأمن والأمان الحيوي الدولية. تلتزم الجمعية بتنمية وتطوير المبادئ والمعايير المحلية، توفير التوعية بمبادئ وتشريعات الأمن والأمان الحيوي الحالية والمحدثة لحماية الباحثين وكذلك البيئة من المخاطر البيولوجية والكيميائية. توفير التوعية بمبادئ وتشريعات الأمن والأمان الحيوي الحالية والمحدثة. إزداء وتوفير الاستشارات الفنية. التعاون والتنسيق مع منظمات الأمن الحيوي الدولية. الاتصال المحلي والدعم